كله. يلا بلوزة. يلا يلا ايه؟ عاش على السوس. كنت عالي قوي الليله دي. ربنا يخليك يا استاذ سعد. حبيبي. خير؟ في حاجة؟ لا أبدا، بس احنا خلصنا. والناس مشيت؟ لسه واخدة بالك ولا ايه؟ طيب معلش، ممكن أعرف الساعة كام؟ الساعة 10. أنا لازم أمشي. طب في حاجة أقدر أساعدك فيها؟ متشكرة، شكرا. وصلتش؟ اكسلانس، ما تقدرش تتأخر. هي فين؟ وحشتك صح؟ جوازتك الأخرانية طولت حبتين، بس المهم انك انت تكوني طلعتي منها بالمفيد. طول عمري بطلع بالمفيد ولا ايه يا أخي؟ واضح. كل ده علشاني مكان بريفي وشارل أزنافور. والله مفيش حاجة تكتر عليك يا سو، ده العادي بتاعي كله علشاني. كنت تضحك عليا المرة دي وقولي انه علشاني. أكرم البدري ما بيضحكش على حد، لكن لو انت بقى عاوزة تضحكي على نفسك براحتك. مين ميرسي يا صالح. هانم ما تشوفيش وحش. أخبار الناس إيه؟ كنت عند سمير جاك وكان معاه عامر التوني وشوية كده من صحابهم أول مرة أشوفهم. كانوا بيتكلموا في المجمع الصناعي الجديد اللي ناوي يبنيه. مجمع صناعي؟ مجمع صناعي إيه؟ هو فاكر نفسه لسه في الستينات بروح أمه؟ قالوا حاسبينهم علينا رجال أعمال. بس بس بس، ما تقولش رجال، مشيها أعمال بس. كمان يا عيني يا ربي. وبعدين عندهم مشاكل كتير قوي مع البنوك وبيدللوا كده على شريك ليهم. الناس دي مش فاهمة أي حاجة. البلد دي مش عاوزة اللي يدخل لها فلوس، البلد دي عايزة اللي يشفط منها الفلوس عشان يفضلوا عايشين على أمل إنهم يعوضوها. يعوضوها إزاي يا أكرم؟ ممثلها تمشي. أنا ما قلتش هيعوضوها، أنا قلت على أمل. بس شكلهم كده هيفقرون كلهم جنبهم. والله مش دايما الفقر بيبقى حاجة وحشة. ياما في ستات فقراء أجمل مليون ألف مرة من ستات نسيوا ملامحهم من كتر البودرة. جمال طبيعي كده وروح بجد. الفقر مغطيهم آه، بس لو بصيتي في عينيهم هتعرفي هم قد ايه اغنياء من جوه. اكرم، الستات تلات انواع. ست بتاعت فلوس وبتحب الفلوس حتى لو عندها، ما يفرقش بقى معاها حلوه وحشه، المهم الفلوس. والنوع التاني بتحب تسافر وتدلع وتتدلع ويتصرف عليها ويبقى معاها راجل طول الوقت عارف يدلعها. النوع التالت بقى بتاعت بيتها وعيالها. وانت معاك النوعين، ام العيال وبرنسيسة الدلع. بتدور على الجعان ليه ولا هو طمع وخلاص؟ تصدق يا سو، احيانا فلسفتك بتعجبني. انا كلي بعجب، بس انت بتعند. هبطل عند فين؟ هنا ودلوقتي. صالح! وي وي، اقفل الباب يا صالح.
حسن الوحيد اللي يعرف لما بتبقى متضايقة يلاقيكي فين. فاكرة نادية وانت في تانية تقدم؟ واحد معرفة اتصل بينا في التليفون قال لنا النتيجة طلعت في الكنترول. جريتي جري على المدرسة وفضلت واقفة على ايده لحد ما عرفت النتيجة. لسه فاكر يا حسن؟ طبعا. بعدين اتصل بابوك قال له بنتك شالت مادتين يا حاج. قعدنا مستنيين 3-4 ساعات ما جيتيش. امك لطمت بالصوت قالت يا لهوي بنتي رمت نفسها في البحر. لفيت عليك اسكندريه لحد ما لقيتك قاعده هنا. ويوم ما رجعنا بابا قال لك لقيتها فين؟ بس يروح فين؟ هو انا قلت له قعدت تاوي يمين وشمال ما قلتلوش برضه في الاخر ان انا لقيتك على كوبري ستاك. طول عمرك جدع يا حسن. امك قلقان عليك يا ولاد. عارف ورد وبابا وانت كمان لو كنت جيت ما لقيتنيش. يعني انت عارف ان كلنا بنحبك وبنخاف عليك. عارفه كل حاجه يا حسن. عارفة انكم خايفين عليا وبتحاجوا عليا وبتراجعوا. وعارفة ايه كمان؟ عارفة اني خايفة يا حسن. خايفة افضل لوحدي وخايفة اتجوز. خايفة اكتر من نظرة العطف اللي بشوفها في عيونك وعيون الناس تفضل ملزماني بقيت عندك. ولو قلت لك ما تخافيش ومفيش حاجة تقدر تأذيك طول ما انا جنبك هتصدقيني يا نادية؟ هصدقك يا حسن بس انا مش عايزاك تشيلها. وبعدين كلها كام شهر ولا كام سنة؟ اللي ربنا عايزه هو اللي هيجي. انت يا بنت انت ليه بتقولي ده؟ بقى ناديه بنت الرئيس رشيد اخت حسن النورس بجلاله قدر واجمل بنت في اسكندريه كلها. شوف الدنيا سودا بالمنظر ده. يا ناديه الدنيا فيها حاجات احلى بكتير احلى من العرايس وعرسان وبس يا واد وبس يا بنت مش كده ولا ايه؟ سيبها على الله بكره ربك يعدلها ومحدش بياخد اكتر من نصيبه يا ناديه. يلا شكلهم قلقين عليك ما تسيبهمش كده. صلى على النبي. السلام عليكم. يلا يلا على اوضتك. كنت فين؟ حاج معلش ناديه تعبانه. اسكت انت ولا هي يعني ملهاش لسان ترد بيه وتعمل كل عامله وتدافع عنها ده بدل ما كنت تسفخها قلمين على عملتها السودا اللي عملتها الليله دي. من امتى يا ناديه عندنا بنات بتغضب وتسيب البيت؟ ما بترديش ليه؟ ما خفتيش عليا؟ ما فكرتيش فيا؟ عقلي عمال يلف ويدور راحت فين؟ حصل لها ايه؟ هيحصل ايه يعني؟ بنت تردي على امك كده ازاي؟ معلش يا عمي معلش يعني اصلها يعني كانت محتاجه انها تقعد مع نفسها شويه. واللي تقعد مع نفسها تنزل في انصاص الليالي في الشوارع واخوها ينزل يلف عليها ويدور عليها. انا ما طلبتش من حد يدور عليا ومن هنا ورايح مش عايزه حد يقتل همي ولا يتحسر عليا تاني. بنت انت بتزعقي في وشي؟ البيت دي لازم تتربى. ماشي حاجة صلي على النبي معلش مش لازم يعني دلوقتي ندوس عليها. لا يا حسن خليه يدوس ما انا خلاص بقيت مداس بجملت بقى. بس بقى اهدي شويه يا شيخه. طب ايه رايكم بقى ان انا من النهارده مش هشوف عرسان وهعمل زي اي بنت هقعد واحط رجلي على رجلي وهقبل بس العريس اللي على مزاجي مش هبقى فرجه تاني لحد. ماشي يا حبيبتي اهدي واللي انت عايزاه يحصل. بعدين يعني يا ابوكي لو بيقول لك كده خايف عليك مش اكتر يعني يا ناديه؟ حرام عليكم بقى وانتوا في حد فيكم حاسس بيا؟ انتوا مستكترين عليا حتى اني اقعد لوحدي؟ كل مره بتجيبوا لي زفت عريس ولازم اتنيل اقبل بيه ولو ما حصلش نصيب تزعلوا قوي. هو انتوا عايزين تساعدوني ولا عايزين تخلصوا مني؟ لو مش عايزيني قولي اروح في اي مصيبه واريحكم. بس بقى بس يلا تعالي معايا على اوضتك يلا 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 يا حاجة اعملي لها لقمه تاكلها. اقعد يا حاج اقعد صلي على النبي. الصلاه والسلام. لا مؤاخذه انا يا حاج لو كنت بدافع عنها بس ناديه على شعرايا مش مستحمله. انا عارف ان احنا طول الوقت عمالين بنقول لناديه زيها زي كل البنات بس من جوانا عارفين ان هي مش كده واكتر حد عارف انها مش كده هي نفسها. ناتي يا حاج عارف ان هي مش هتتجوز بالسهل ولو اتجوزت صعب تخلف. عارف ده معناه ايه؟ معلش يعني ان بقول لك كلام زي ده بس ناتي كانت لازم تنزل تشم هوا وترجع تاني. لو ما كانتش عملت كده كانت هتنفجر من جواها. هتروح مننا يا حاج؟ لا اله الا الله. خلاص بقى روق في ايه؟ بعدين انت قمت من شويه عملت نمره كده يعني كنت هتضربها وبتاع. ما عارفك قلبك طيب انت كنت هتضربها ما كنتش هتضربها. يا واد انت عارف يا حاج وانت بتنرفز بتبقى شبه مين؟ مين؟ بتبقى شبه حسن شحاته. حق يا ايه؟
ما انا بقول لك ما اعرفش يركب له القسطره يوميها. وازاي اداره المستشفى سكتت على كده؟ واوسخ من كده كمان وحياتك. اوسخ من كده؟ ما بقتش عارف احنا في مستشفى ولا في ايه. صباح الخير يا رجاء. طيب انا همر بقى وارجع لك. اقعد. صباح الفل يا فاتن. ازيك يا علي؟ ازيك يا فاتن؟ هو انت ما عندكش مرور؟ كان عندي وخلصت مشوار. ايوه صح، انا شفتك امبارح على الكورنيش، بس بصراحه كده ما رضيتش ازعجك، قلت يعني يمكن حابب تقعد لوحدك او كنت مستني حد. انا بحب اقعد على الكورنيش، بحب اقعد. تهرب؟ تهرب من مين بقى؟ من الناس، من الزحمه، من ريحه المستشفى. اهرب من نفسي. طب والله يا بختك، انا اوقات كتير ببقى عايزه اعمل كده بس ما بعرفش. لو عندك الرغبه هتعرف. بص، هو انا مش نفسي اهرب لمكان قد ما اهرب لحد، حد يفهمني، يحس بيا، يقولي رايه ويقنعني بيه، حد احكي له على كل حاجه وانا مطمنه. هو انت ما عندكش الشخص ده في حياتك؟ في الحياه لا، وشكله مش هيكون. انا لما عاوز اتكلم بحب اطلع اللي جوايا على الورق. طيب مش يمكن تلاقي البني ادم اللي يغير وجهه نظرك في الحياه وتحكي له بدل ما انت بتحكي كل حاجه كده على الورق؟ وممكن كمان تلاقي نفسك بتعمل كل حاجة علشانه وبتستغنى عن حاجات أكتر. ممكن استغنى عن كل حاجة بس أشوف. يا حسن ارد أبوك. جراجي تعال. وانتوا مفيش في بقكم غير المينا والشغل في المينا؟ مش مسافر يا جدعان، ومصحف ما مسافر، ما تقفلنيش منك يا جدع. ما بلاش تربست الدماغ دي يا حسن. بقول لك انت عايز اللي اقولها لك في وشك. لو فضلت ناسي نفسك وسط الشحم والعفريته مش هتلحق حتى تبص وراك عشان تندم زي ما ابوك قال لك. بقول لك ايه؟ الغربه كلها شغلها مكاتب وتليفونات، ما مليانه شحم برضه، فرقت في ايه؟ فرقت انك تعمل قرش يا جدع. ترجع تفتح توكيل مراكب ولانشات مش تفضل ميكانيكي. ماشي يا سيدي. ان شاء الله في مصلحه في مصر، ادعي لي بس وقول يا رب. يا مسهل. جرايه نورس. وقت دلوقتي حبك الراغي مع سيزاكي. احنا ما عندناش يا اخويا وقت اليوم بطوله، عايزين نخلص يا نورس. ما تسيب الراجل ياخد نفس يا ريس متولي. هي ايه الدنيا طارت؟ ايوه طارت يا سيزاكي، اسكت انت. خلاص يا ريس متولي، خلاص بيقفلوا المركب اهو. يا ابني خلص المركب دي اللي انت فاتح بطنها، وكلها كام ساعه يا اخي وهتتحرك؟ كلها كام ساعه وتتحرك؟ مركب ايه؟ مارينا 2000. مارينا 2000؟ يا عم الحاج دي لسه مليانه بلاوي. طب ما تلم بقى البلاوي ديت، خلينا نلحق يا ابني. نلحق ايه؟ ده ولا اسبوع، الرمصات كلها عايزه تغيير بالكامل، ولا رمص شغال، عمال بتحايل عليهم يطلعوا عايز الشيره مش عايزينها. اعمل لكم ايه يا ريس؟ اسبوع؟ انت بتقول يا حسن؟ بس خلي المهندس فراج بنفسه كبير الهندسه ماضي عليها بالخروج. يا ابني بلاش تلاكيك بقى، واعمل لك همه واعمل معروف وتعالى لم المركب ديت. أنا مش عايز أقول لك المركب دي تبع مين. يا عم لو بتاعت الجن الأزرق، المركب دي مش هينفع تطلع يا ريس متولي. طالما بيقول لك المهندس ماضي يبقى مالكش فيه. أنت مش عارف أكرم البدري وشركاته ممكن يعملوا فينا إيه. يا عم ذاكر رايح ضهرك ومالكش دعوة. يا ريس متولي، المركب دي لو عليها فلوس وبضاعة كان هينفع تطلع، ولا هي عشان عليها بني آدمين يغروا في 60 داهية؟ ما هو بالعقل كده، يا حسن يا ابني ما المراكب كلها بتطلع البحر على باب الله. إشمعنى يعني دي بالذات؟ حبكت يعني؟ يا ريس متولي، المركب دي لو عليها مكان جد نفسه مش هيلحق يعمل لها حاجه، ميله هتغرق في عرض البحر يا سيدي. يا ابني ما تنهدش معايا بقى، ما تجيبليش يا حسن كلام فارغ على كبر. يا ريس متولي، خلاص الكلام، المركب دي مش طالعه يعني مش طالعه، ولو حد كلمك يا سيدي قول له حسن النورس اللي وقفها. يا خلاص؟ ابني بلاش منازعه يا عم متولي، والنبي سيبني في حالي. ما تجيبليش الكلام على كبر. النورس يا بنت هاتي بس هاتي يا بنت هاتي تعالي بس اوعي يلا تعالي بس يلا بس بس اهو تعالي هنا الله تعالي هاتي بس باين هاتيها الله بس يا ولد اقول لك بس بقول لك ايه بس قال مالك يا بنت رامية بوزك كده ليه؟ هنبقى نتصلوا بيه.
طول عمري نفسي اعرف راجل زي ده، نفسي اعرف معنى الراحه، حد يشيل همي نتسندوا عليه، راجل يبقى ظهري بعد ابويا اللي راح وساب ظهري متعري اللي يسوى اللي ميسواش. هو كتير كتير الاقي حد يحبني يخاف عليا ويخافوا عليه، حط راسي على كتفه وانام ولو مره واحده من غير ما خايف. لا مش كتير يا حبيبتي، احلمي براحتك وخليكي نايمه في سبع نومه كده لحد ما الفرصه تضيع من ايدك. الحمام اللي انت بتعمليه ده ايونتي رخره غره يا بت، ده انت بتسيبي نفس الواحد يتكلم معاه. قال لك يا بت تصوري بقى الغلطانه ان اتكلموا معاكي اصلا. ارى يا بت يا حنان خايفه، خايفه نعشمه نفسي فين، وبعدين رقبتي تتكسر اللي هي مكسوره اصلا مش ناقصه وجع ولا كسر تاني. تاني هترجع تقولي نقف ونقعد وكلام ملوش عايزه. جرأة يا بنت، الراجل بمعجب بيكي عايز يقابلك يقول لك كلمتين حلوين من اللي بالك فيهم. كخه يا بنت، الطاقة القدر اللي بنسمعه عنها في الحكايات وبس، بطلي بقى فقر ونحس مره، يخرب بيت فقر امك. كلمتين كلمتين حلوين بس هو ده اللي عايزه؟ لا طبعا عايز اكتر من كده بكتير، بس انت بقى وحدقتك تدلعيه خليه يحبك بدل ما هو هيمنه بس. هو يعني هيعجبه ايه فيا؟ ما انت قلتي لي ده راجل متكلف يعرف نسوان اشكال والوان. غاوي فقر بقى ولا غاوي عفاش؟ لا وانت صادقه، غاوي مزاج ومزاج عالي قوي كمان. شاف فيكي اللي ما شافوش في واحده تانيه، المزازه والحلاوه والطعامه والبلدي يا بلدي. فريز قوي. اه طبعا فريز، ما بقاش فريز ليه؟ ناقصه ايد ولا ناقصه رجل؟ وبعدين واحد قايم نايم فلوسه بتولد لوحديها، ما يمتعش روحه بيها ليه؟ بت يا زوزو مره كده مشيها جهجهوني يا بت، سيبيها على ربنا. بقول لك ايه، المهم دلوقتي انك تقابليه وبعد كده نشوفه هنعمله ايه. مش هينفع يا حنان، قابله ازاي بس؟ احيا عليك يا بت، هتشل امي والنعمه. يا حنان قابله ازاي بالهدمه اللي عليا؟ ما انت عارفه اكيد هياخدني على مطرح حلو وفي نسوان لابسين ولابسين حلو قوي. انت عارفه الفوله واللي فيها من الناحيه دي، ما تعتليش هم، اختك مدبره لك كل حاجه. وبعدين ازاي تقلقي وانا جنبك يا بنت؟ يا بنت ده ما شافنيش غير باليونيفورم اللي احنا بنلبسه في البوتيك. الله بقى، ما قلت لك مدبره لك كل حاجه، انت بتسالي باختك حنونه ولا ايه؟ وانت موزه كده وحلو يا واد يا حلو، انت من نعمه موزه اموت انا. ايه اللي بيحصل ده؟ انت تسكت على الكلام الفارغ ده؟ اديكي قلتي كلام فارغ، يبقى ما تشغليش دماغك بيه وروحي شوفي وراك ايه. بونجور يا اكرم. اهلا يا حبيبي. يا نونو مالك؟ هاي عيب. وانا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ كويس انك جيت، ما تمشيش من غير ما اقعد معاك. وي نيد تو توك. حاضر. لو ما كنتش طلبتني كنت انا اللي طلبتك. شفت الجرايد كاتبه عنك ايه النهارده؟ شفت؟ انت شفت؟ ايه رايك في الكلب ده يا عادل؟ بيهوهو كتير بس ملوش لازمه، يعني لو فكيت رقبته من السلسله مش هيعمل حاجه. غريبه، مع ان المفروض العكس، واحد خنقاه سلسله لو اتفكت من رقبته هيجري وهيطيح في الكل. تعرف ايه اللي بيخنقني منك يا عادل؟ ان انت ذكي جدا في كل الحاجات التافهه، انما بقى في المواضيع المهمه اغبى اغبياء الكون. وانت بقى جايبني بيتك عشان تهزقني؟ انت مش الباشا يا اكرم. حظك حظك اني مش الباشا. انت عارف يا عادل الباشا بيعمل ايه في اللي بيكلفه بحاجه وما يعملهاش؟ بيكلفه. انت ظهر يا اكرم نسيت ان انا شريكك مش سكرتيرك، يعني من حق انسحب في اي وقت من المشروع اللي انت تسببت في ضياعه. حبيبي انت ما ينفعش تبقى شريك في سوبر ماركت بيبيع زيتون اخضر بس، مش في مشروع بالضخامه دي. وبعدين يا بابا مش انت اللي تحدد امتى تنسحب، يظهر عليك لسه ما عرفتش مين هو اكرم. لا اعرفه كويس،
يمكن اكتر من نفسه. مش انا بس، دي البلد كلها عرفته بعد اللي اتكتب في الجرايد. شوف يا اكرم، انا مش هستنى لما عندك وغرورك يضيعوا كل اللي عشت عمري عشان ابنيه. عايز تعمل دالد براحتك بس لوحدك، انما انا اوت. عادل، ما تضطرنيش اني اسيب السلسله بتاعت الكلب. اكرم، ما تخلينا اصحاب احسن. اوكي، واخرتها يا نص تفضل مخبي على ابوك لحد امتى؟ ايه؟ بتفكر تقول له؟ ده كان يجرى له حاجه قبل، اتجننت؟ هتفضل هربان منه كده؟ هو انت اللي بسمي اللي في ايده هروب؟ وما الواحد زي عزوز يعمل ايه؟ هربان من موت بقاله سنين، ساب نفسه الخوف بيموته في اليوم 100 مره. اللي يشوف دنيا ده غيره تهون عليه دنيته. ده رأيي يا حسن، ده تفضل مضايق نفسك كده كتير؟ لا بقى، اه انا كده بقى خايبه ما دام مش عارفه اخرجك من اللي مضايق. وانت ذنبك ايه بس يا ورد؟ ذنب ان انا اسم الله عليا بعرف اسمعك وبس، لكن اخرجك باللي انت فيه لا مفيش. ما حاجه برضه ما تسكتش عليها، المركب دي لو طلعت فيها ارواح ناس، عارف يعني ايه ارواح ناس؟ ده رأيي يا حسن. هو انت مش قلت لهم على اللي يرضي ضميرك قدام ربنا وقدام الناس؟ خلاص بقى هم اللي مسؤولين. يا سلام، يعني انا اقول لهم غلط وامشي؟ ما هم عارفين انه غلط. انت بقى كان في ايدك ايه تعمله اكتر من كده وما عملتوش يا حسن؟ والله عندك حق. في دي ايه يعني؟ حسن حبيبي، هو في حاجه تانيه مضايقاك؟ مفيش هرب. واحد صاحبي بيكلمني بيقول ان هو عنده مشكله، بيحس ان الموت جاي له في اي لحظه. بيسألني وانا ممكن يبقى ليه علاقه بواحده ينفع احب واتحب يعني. انا بسرعه قلت له اه طبعا، حقك واحلامك ما تسكنش روحك. هو صدق كلامي طبعا وكان فرحان قوي، بس انا بقى ما كنتش مصدق نفسي. حسيت ان انا عمال برص له كلامه بس. ساعتها حسيت بنادي واللي فيها، واحده مش عايزه من الدنيا غير شويه كلام يريحها وبس. غلبانه راضيه وعايزه من الدنيا شويه كلام تسمعه بس. انا لو مكانها مش صدق ولا كلمه، وهعرف من عيشتي كلها باللي فيها. ليه يا حسن؟ انت بتديهم كلام كده يبسطهم ويفرحهم، يديهم امل في بكره. تفتكر يا ورد؟ ايوه طبعا، زي انت بالظبط ما بتعمل معايا كده وبتقولي انا بحبك يا ورد. انا مش بس بحبك يا ورد، انا عشقتك يا بنت. اه طبعا، اوكي يا حبيبتي، يلا تشاو. ايه ده، امال عادل فين؟ اكرم اكرم اكرم. ايه يا نور؟ عادل فين؟ مش انا كنت عايزاه. لا، عادل مش عاوز حد اليومين دول. عادل ماشي بدماغه، فاكرها هتوصله بروح امه. شكلكوا اتخانقتوا. ماما عامله ايه يا نور؟ يبقى اتخانقتوا طبعا، كل ده عشان اللي مكتوب عنك في الجورنال. طب هو عادل ذنبه ايه بالظبط؟ انا مش قادر افهم ليه الناس بتنسى اوامري بالسرعه دي. أوامر إيه يا أكرم؟ كم مرة قلت لك ما تتدخليش في شغلي؟ اللي بيحصل بره البيت ملهوش دعوة بجوه البيت خالص. وطالما أنت جوه البيت يا بيبي، يبقى ما تشغليش بالك باللي ما يخصكيش. ولما يتكتب عنك كلام كده في الجورنال يبقى أنت شغلك دخلي جوه البيت يا أكرم. خايفة لصاحباتك التافهين يقولوا عليكي متجوزة حرامي أراضي مثلاً؟ ما تكبري بقى يا نور، اكبري واعرفي حجم الاسم اللي انت شايلاه. لا انا عارفه كويس قوي حجم الاسم اللي انا شايلاه. المهم انت تعرف تحافظ على الاسم اللي ابنك شايله، سمعته من سمعتك. وبتستغربي لما ببعد عنك. ادم، هات عادل وتعال. حبيبي، سميتك من النهارده عادل، مبسوط؟ تعالى. ايه
دكتور علي. ازيك؟ ازيك يا باشا؟ الحمد لله. مش كان معادنا يوم الثلاث ولا ايه؟ ايوه معادنا يوم الثلاث، بس عملت شويه تعديلات كده على الروايه، فقلت بدل ما تطبعوها وتطبعوها تاني كده يكون احسن. ماله باشا، كده احسن طبعا. اتفضل معايا الانسه اللي معاها ورق حضرتك وقول لها على اي تعديلات. دكتور. ايوه. ثواني، مش من هنا. لا استاذه منى. أفهم. مع حضرتك شوف الدكتور محتاج. عمر يا دكتور. هي زميلتك اللي كانت بتطبع لي الروايه بتاعتي اظن اسمها ورد، هي فين؟ اه ورد، بس هي مشت بدري النهارده. مشت بدري؟ اه، بس انا اقدر اخلصه لحضرتك. لا لا، اظن اني شفت حاجه كده في الورق مش مظبوطه، اظن انها لا. انا جايب ورق تاني. طب انا ممكن اخلصه لحضرتك. تخلصي ايه؟ تطبعي روايه فوق، بقول لك ورق تاني. هطبعه لك على خط. ما تطبعي ايه؟ ده ورق تاني. انا هرجع لها، هرجع ولو جت قولي لها انه يعني انا هرجع. شكرا شكرا. ماشي يا دكتور. امر. يا سيدي، يا سيدي، يا سيدي، اتفضل الشاي. نشكر. صباح الخير يا رشيد اخويا. صباح الخير يا رشيد. عامل ايه؟ صحتك اخبارها ايه؟ ربنا يديم عليك. زي الفل اخويا، الحمد لله. تشرب شاي؟ ربنا يخليك يا رشيدي، اللي انا والشفا. الحقيقه يا ريس رشيدي، انا جاي لك في حكايه كده يا ابو الباشمهندس. ما دام قلت يا ابو الباشمهندس تبقى اما عايز حسن في خدمه يا اما قصدني انا في حاجه بخصوص حسن، مش كده برضو؟ هو كده طول عمرك تفهمها وهي طايره يا رشيد. أؤمر. الامر لله يا اخويا. شوف يا رشيدي، ابنك حسن اتخرج وبقى هندسه قد الدنيا على راسي من فوق، بس عشان خاطري وكرامه ليك يا ريت تفهمه يخف كده حبتين على الرجاله، ويعلم ربنا انا جاي اقول معاك الكلمتين دول لمصلحه حسن وبس. ما تيجي دغري في الكلام على طول كده يا متولي، في ايه؟ بصراحه كده يا ريس رشيدي، حسن ابنك من بعد ما خد الشهاده حس جواه كده انه كبر على الناس كلها، مش كده وبس، لا ده كمان بيخبط مع الهندسه الكبير الباشمهندس فراج. ده مؤاخذه، انت بتتكلم عن حسن ابننا؟ ايوه رشيدي، حسن ابنك النورس. عيب يا متولي، انا حسن ابني متربي على ايديكم، مفيش شبر في المية هنا ما درسوش برجله يا اخي، وجميله على الصغير قبل الكبير. النهارده لما بقى باشمهندس قد الدنيا زي ما بتقول ترموا عليه كلام. انا ما برميش كلام لا سمح الله على حسن. تقدر توجد لي تفسير ليه كاتب تقرير في مارينا 2000 ومعطل المركب ومصمم ان هي ما تتحركش؟ لا ومش كده وبس، ومغلط المهندسين الكبار اللي فوق دماغه. لا 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 لا، انا حسن ابني ما يكتبش تقارير الا في الحق، و100% هو عنده حق في ده، وهو ده الكلام اللي عندي بقى يا متولي. هو ده كلامك يا رشيدي؟ ماشي. يعني افهم من كده ان حضرتك مش زعلان يا اكرم بيه؟ حد يزعل من واحد بيشوف شغله يا عصام؟ والله يا اكرم بيه احنا بنحاول يعني ما نركزش في القضيه بنفس الكثافه اللي الجرايد التانيه بتقصدها، بس يعني زي ما سعادتك عارف الموضوع متداول بصوره كبيره جدا وبطريقه ما نقدرش ابدا نتجاهلها. خد راحتك على الاخر يا عصام، وما تقلقش من اي حاجه. انا اكبر من اني اضغط على قناه ولا جورنال بيجيبوا سيرتي، ما انت عارفني ولا ايه؟ شوف يا اكرم بيه، خدها من واحد مقضي نص عمره في العمل الصحفي والاعلامي، الحمله اللي ضد سعادتك دي موجهه. يعني الحقيقه ان احنا لما بنلاقي الاخبار المتداوله بتتكرر على لسان مقدمين البرامج وكتاب المقالات وبنفس الصوره والالفاظ بنعرف على طول انها تبقى حمله مقصوده ووراها حد. وانت شايفها تفرق كتير؟ طبعا يا فندم، تفرق كتير جدا، لان لو في ايدين خفيه بتحاول ان هي تشهر بحضرتك يبقى مش مقصود منها التشهير وبس، لا
انما دي تبقى خطوه اولى عشان تضر سمعه سعادتك على المدى البعيد. ده لو الكلام اللي مكتوب في الجرايد مش حقيقي. قصدي سعادتك ايه؟ قصدي ان انا فعلا على خلاف مع بعض اعضاء الحكومه على مشروعي الجديد، وبالرغم من المبالغات والمانشيتات الملونه اللي ملهاش لا لازمه ولا معنى، الا ان فعلا التفاصيل اللي اتكتبت حقيقيه. حقيقيه؟ ايه؟ مستغرب ليه؟ مفيش حد فوق القانون يا عصام. طب واسم سعادتك يا اكرم بيه؟ ماله اسمي؟ اسمي مش موضوع مطروح للنقاش اصلا يا عصام. انا اكرم البدري، وهفضل طول عمري اكرم البدري، سواء بقى الاعلام طبين لي او لعنه اللي جابه امي. شوف شغلك يا عصام، واكتب اللي انت عايزه في جورنالك، وما ترجعليش في اي حاجه، وما تقلقش اعلاناتنا ماشيه زي ما هي. يا نورس احنا مش هنخلص يا ابني من المشاكل دي بقى. مشاكل ايه على الصبح يا ريس متولي؟ بس هو الصح دلوقتي بقى اسمه مشاكل؟ يا ابني فهمتك وقلت لك خلصني المركب ديت وبسرعه. المركب دي لازم تتحرك فورا. وانا سابق قلت لك مليون مره المركب دي ما ينفعش تتحرك، بس بقى طالما انت مصمم يبقى نمشيها ميري احسن. يلا برضو يا حسن وماله نمشيها ميري. طب يا سيدي دي شكوى رسميه في المهندس فراج، انا ما كنتش ناوي اقدمها لك، بس بقى هو طالما مصمم انه يطلع المركب دي وانا مبلغه مليون مره ان فيها مصايب يبقى براحته بقى. يعني مفيش فايده من الكلام معاك انت يا حسن، ها؟ رغم اني مأكد لك ان المهندس فراج بنفسه هو اللي ماضي ان المركب دي تتحرك، يعني سليمه. دخلك انت بقى ايه؟ دخلي بقى ان المهندس فراج ده في حاجه مش مظبوطه. يعني ايه في حاجه يا حسن؟ معرفش بقى، بيطلع له مصلحه، بياخد فلوس، المهم المركب دي مش طالعه رسمي تولي، يعني مش طالعه. ما تيجي انت بقى تدورها ونقعد احنا بقى في بيوتنا. بقول لك ايه يا حسن؟ المركب دي بالذات لازم تتحرك دلوقتي. المركب دي بالذات؟ لا ده في حاجه غلط غلط يعني. الله سيبني رايح فين يا نورس؟ استنى بس. في ايه يا صالح؟ بتعمل ايه كل ده؟ اكسلانس كان في مشكله صغننه وبتتحل، بس كان لازم استنى اتاكد بنفسي. مش كانت على وشك واعتبرها خلصت والكلام لهبل اللي انت قلته لي ده؟ برنس ما تزعجش نفسك، كله هيتظبط. على فكره ساعتك ممكن تتحرك. اسكت خالص، اركب. اطلع يا عمران. شمال. طول ما انت شغال في المينا ديت يا حسن يا ابني تخلي بالك من شغلك وبس. انت صحيح اتخرجت وبقيت باشمهندس قد الدنيا، بس برضه في الاول وفي الاخر ما تاخذنيش يعني، انت لسه مكانجي تحت ايد الباشمهندس فراج كبير المهندسين. يعني اللي مطلوب منك انك تسمع كلامه وتنفذ اللي يقول لك عليه بالحرف وبس. وبعدين يا ابني يعني لو حصل اي حاجه لا قدر الله فانا مش عايزك تقلق يا سيدي، ساعتها بقى مش هيكون عليك انت اي مسؤوليه، المسؤوليه كلها هيشيلها الباشمهندس فراج. اظن كده اطمنت يا ابو علي. لا ما اطمنتش بس فهمت. يا نهار اسود اكرم باشا، يا دي المصايب اللي جايه لك يا متولي. قابل يا حسن. قابل ايه؟ لو خايف هقول له انا يا ريس متولي. اكرم باشا اهلا. اهلا وسهلا يا سعاده الباشا، نورتنا سعادتك. ممكن افهم في ايه؟ المركب ما اتحركتش ليه؟ لا مفيش حاجه سعادتك، هو بس ايه يا ريس متولي؟ باشا المركب دي مليانه مصايب، ما ينفعش تتحرك من هنا. انت مين؟ حسن رشيدي. ايوه ايه حسن الرشيدي؟ بيعمل ايه حسن الرشيدي ده يعني؟ ده مكانجي هنا معانا في المينا يعني، وكان هو اللي بيتابع المركب. انما اطمن اطمن سعادتك، المركب جاهزه، يعني تعتبرها انها دقايق وطالعه. لا لا الا الله، ده ايه اللي طالعه يا ريس متولي؟ المركب دي ما ينفعش تتحرك من هنا، ما ينفعش تتحرك. انت بتاخد هنا كام يا حسن؟ بتاخد هنا كام؟ باخد على قد اللي يرضي ضميري في الشغل يا باشا. ضميرك؟ طب ما ضميرك معايا ممكن يبقى اغلى، ايه رايك؟ لا متشكر يا باشا، بس المركب دي مش هينفع تتحرك، احنا اسفين لو بتضايق سيادتك يعني،
محدش يقدر يضايق أكرم البدري خالص. اخرس يا حسن، انت بتقول ايه؟ سعادتك يا فندم، احنا اسفين، امسحها فيا يا أكرم باشا، وانا بوعد سعادتك ان هخصم للولد دوت. لا 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 لا، خصم ايه؟ ده ما يرضيش ربنا ابدا، ما يرضينيش زعل الغلابة. ارفدوا.